السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعتين جديدتين من كليتي البحرية والدفاع الجوي، ويمنح الأوائل نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية. إحالة أوراق محمد بديع وثلاثة عشر آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للمفتي في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، وتحديد جلسة الثالث من أغسطس للنطق بالحكم. السودان يستضيف اجتماعا لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل لبحث مشاريع التنمية المشتركة بدول الحوض. لكم وهذه نشرة إخبارية شاملة بدايتها من مصر. منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من الدفعة 65 بحرية والدفعة 42 دفاع جوي نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لتميزهم. كان الرئيس السيسي قد شهد احتفالات القوات المسلحة بتخريج دفعة جديدة من كليتي البحرية والدفاع الجوي بالأسكندرية. رافقه رئيس الوزراء إبراهيم محلب والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من السادة الوزراء. في احتفالية عسكرية رسمية وشعبية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية البحرية والدفاع الجوي بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية. الاحتفال بتخريج الدفعة 65 بحرية و42 دفاع جوي بدأ بعروض عسكرية تم خلالها استعراض المهارات المختلفة قام بها مجموعات من الطلبة، منها عروض الموسيقات العسكرية والدراجات والقوات الخاصة تتقدمها وحدات من الصاعقة والمظلات، بالإضافة إلى طابور العرض العسكري العام قدمه الخريجون الجدد. الحفل شهد أيضا قيام مجموعات من الطلبة بعرض السيمافور، وهي إحدى وسائل التخاطب بالإشارة المنظورة والتي تستخدم لتبادل الإشارات بين السفن بالبحر بغرض المحافظة على سير الاتصال. كما قدم الطلاب فنونا من العروض القتالية لإظهار أساليب الدفاع عن النفس في حال نفاذ الذخيرة. الرئيس السيسي من جانبه قام بمنح أوائل الخريجين من كليتي البحرية والدفاع الجوي نوط الواجب العسكري، كذلك صدق على تعيين طلاب الدفعتين بالقوات المسلحة، كما منح أوائل الخريجين من مصر والبعثات العربية والصديقة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم أثناء دراستهم بالكلية. وأثناء الحفل ألقى اللواء بحري أرقان حرب محمد طارق عباس مدير الكلية البحرية كلمة أكد فيها أن الكليات البحرية قدمت لشعب مصر على مدار تاريخها العريق نموذجا مشرفا علما وعملا وتضحيات في سبيل الوطن عبر حروب مختلفة. إن هذا اليوم يضاف لسجل الكلية البحرية المشرف لنقدم لسيادتكم ولشعب مصر نموذجا مشرفا علما وعملا خلقا وسلوكا عرقا ودما لضباط اليوم وقادة المستقبل رجال الدفعة 65 بحرية والدفعة 42 دفاع جوي. أجواء احتفالية عاشها الخريجون الجدد من طلاب كليتي البحرية والدفاع الجوي بمشاركة ذويهم وكبار رجال الدولة تعهدوا خلالها بالتضحية في سبيل الوطن. تحيا جمهورية مصر العربية! تحيا جمهورية مصر العربية! تحيا جمهورية مصر العربية! تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يرافقه اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية أعمال تطوير الطريق الصحراوي إسكندرية وتوسعة كوبري محرم بيك. وشدد محلب على سرعة إنجاز أعمال التطوير في زمن قياسي لتسهيل حركة السير للمواطنين المقيمين في مدينة الإسكندرية والمصطفين القادمين إلى المدينة.
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة اليوم إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام للإخوان ومحمد البلتاجي واثني عشر آخرين من قيادات الجماعة في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي، وحددت جلسة الثالث من أغسطس المقبل لإصدار حكمها في القضية، وذلك في اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 من يونيو. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود كوبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. دكتور محمود، كيف ترى قرار المحكمة بإحالة أوراق كل من محمد بديع ومحمد البلتاجي وأيضا 12 آخرين من قيادات الجماعة في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي؟ لعله أصبح غير خاف يعني على الكافة أن الأمر يتعلق بقرار وليس حكم. يعني القرار بإحالة الأوراق المفتي معناه أن المحكمة تتجه إلى إصدار حكم في الإعدام على هؤلاء، وواضح تماما أنه الجرائم المنسوبة للمتهمين اللي هي أعمال إرهاب تخللها أفعال قتل، واضح أن المحكمة حكمت بهذا الحكم أو قررت هذا القرار لأنها تيقنت من وجود أدلة كافية تثبت يعني اشتراك هؤلاء في هذه الوقائع. فالحكم يعني غير مستغرب يعني. او القرار غير مستغرب. نعم، شكرا لك دكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصر اليوم سابقا والصحفي محمد السنهوري المحرر بالجريدة في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة القصف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي إلى 12 من يوليو القادم. وكانت التحقيقات قد كشفت أن جنينة قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر. أعلن قائد مكتب المخابرات الحربية والاستطلاع بمحافظة مطروح اليوم إنهاء أزمة أكثر من 50 شاحنة مصرية كانت محتجزة بمنطقة البريقة الليبية على الطريق الدولي غربي مدينة بني غازي، وأضاف في تصريح له اليوم أن جهود أعضاء مكتب المخابرات الحربية والاستطلاع نجحت في إنهاء الأزمة وإطلاق سراح الشاحنات المصرية التي كانت محتجزة بالبريقة منذ مساء أول من أمس على يد عناصر ليبية مسلحة للضغط على الحكومة المصرية لإخلاء سبيل أحد السجناء الليبيين والمتهم في عملية تهريب عبر الحدود بين البلدين، وصدر بشأنه حكم قضائي بالسجن المؤبد. المخابرات الحربية بمطروح تنجح في إنهاء هذه الأزمة إذن في أزمة الشاحنات المصرية المحتجزة بالإنهاء. تشارك مصر اليوم في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل والمقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم في إطار مبادرة حوض النيل. يرأس الوفد المصري رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري المهندس أحمد بهاء الدين وعضوية الجهات المعنية بملف التعاون مع دول الحوض، يبحث الاجتماع سبل التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل للوصول إلى أفضل السبل استثمار الموارد المائية ومشاريع التنمية المشتركة بدول الحوض. للمزيد من المتابعة حول الإفراج عن 50 شاحنة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار مصطفى أحمدي المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في ليبيا. عفوا، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في إثيوبيا تعليقا على الاجتماع السنوي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل. تحية طيبة لحضرتك. نتحول إلى خبر آخر في هذه النشرة.
أفادت مصادر سعودية بأن العاهل السعودي الملك عبد الله سيقوم بزيارة قصيرة لمصر غدا الجمعة سعيا لإظهار دعمه للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي. قدمت السعودية ودول خليجية أخرى مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ذكر المصدر أن العاهل السعودي سيزور القاهرة لساعات قليلة فقط خلال رحلة العودة إلى المملكة من زيارة للمغرب. من جديد نعود إلى الاتصال الهاتفي مع المستشار مصطفى أحمدي المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في إثيوبيا. مساء الخير يا فندم. مستشار مصطفى، نتحول إلى خبر آخر. عقدت إحدى منظمات المجتمع المدني مؤتمرا إذن دوليا لتبني توصيل المياه الصالحة للقرى المحرومة بهدف تقليل الأمراض المعدية ونقص عدد وفيات الأطفال. المشاركون في هذا المؤتمر أكدوا أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف قرى محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا التي تشكل أكثر المناطق احتياجا للتنمية في محافظات الصعيد. المياه هي الحياة، مبادرة أطلقتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة اليونيسيف تستهدف توصيل المياه النظيفة لعشرة آلاف منزل في قرى محافظات الصعيد الأكثر احتياجا للمياه. الخطة بتاعتنا ان احنا بموجب التوقيع البروتوكول مع اليونيسيف ان احنا نوصل في خلال سنتين 10,000 بيت. بدأنا فعلا وصلنا 1000 بيت في قنا، وصلنا في قرى في الفيوم. القرى دي ما كانش فيها مياه نهائي. احنا بننزل نعمل سيرفي بالتعاون مع الشركة القابضة للمية، بنشوف الاماكن المحرومة من المية، بنبتدي نشتغل عليها من خلال البروتوكول اللي بيننا وبين اليونيسيف. وصلنا المية، عملنا حمامات، عملنا البيت اصبح كأنه بيت عصري. المشروع الذي بدأ بالفعل بتوصيل المياه لعدد من القرى يهدف ايضا تقديم خدمات اخرى لاهالي هذه القرى. نوصل مياه الى البيوت اللي في القرى اللي محكومه من المياه، حتى ان احنا نقلل من الفاقد بتاع المياه من ناحيه، وان احنا كمان نودي المياه الصحيه للقرى وللبيوت بحيث ان هو نقلل على نقلل فرص العدوى وفرص الامراض المعديه والامراض المعويه اللي هي اصلا سبب اساسي في وفيات الاطفال. فاحنا بالشكل ده ممكن ان احنا نقلل وفيات الاطفال. المشروع ده هو هيبتدي في الصعيد، واحنا فعلا بدأنا فيه، بدأنا في بني سويف، وبني سويف وصلنا حوالي 300 بيت. الجدير بالذكر ان المؤتمر اخذ اهتماما عالميا بحضور عدد من الشخصيات الدولية، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في مصر ومؤسساتها لصنع مستقبل افضل. مؤسسات المجتمع المدني لم تعد بنايات تطل على النيل، بل اصبحت متفاعلة لإعادة بناء مصر. احدى هذه المؤسسات تبدأ في ايصال مياه الشرب لعدد من قرى الصعيد، والمؤشرات تقول بأن البقية تأتي. عمرو عبد العزيز، النيل. نعود مرة أخرى إلى المستشار مصطفى أحمدي المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في إثيوبيا. سيادة المستشار، ما هي أهم المواضيع المطروحة على طاولة اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل؟ أهلا بحضرتك. الحقيقة هو ده الاجتماع السنوي لمجلس وزراء لمجلس المياه في دول حوض النيل. من المعلوم أن مصر جمدت أنشطتها في إطار مبادرة حوض النيل منذ سنتين تقريبا بسبب الخلافات حول اتفاقية تنفيذي، لكن مصر تود المشاركة بقوة، وطبعا استعاد دورها في افريقيا واستعاد دورها في منتصف حوض النيل، خاصة مع التوجه الجديد للدولة المصرية مع بدء عصر جديد في العلاقات مع اثيوبيا خاصة ومع دول حوض النيل بشكل عام. الاجندة العامة للمؤتمر هو تحقيق هو البحث في سبل تحقيق التنمية المشتركة بين دول حوض النيل وكيفية اتمام المشروعات في اطار التوافق ما بين كافة الدول. نشكرك المستشار مصطفى أحمدي المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في إثيوبيا. نهر النيل أطول أنهار العالم، يجري من منبعه في أوسط إفريقيا نحو مصبه في البحر المتوسط، ويمر بعشر دول تتقاسم فيما بينها مياه النهر الخالد وفقا لاتفاقيات تاريخية.
يعد بروتوكول روما الموقع في إبريل من عام 1891 بين بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا آنذاك من أقدم الاتفاقيات التي تنظم عملية تقاسم مياه نهر النيل، وبموجبه تعهدت إيطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة أحد روافد نهر النيل يمكن أن تؤثر على مياه النهر. اتفاقية أديس أبابا الموقعة في مايو من عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، وبموجبها تعهد الإمبراطور منليك ثاني عاهل إثيوبيا بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تاتا أو نهر السباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة المصرية مقدما. اتفاقية لندن الموقعة في ديسمبر من عام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر. اتفاقية روما عام 1925، وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. اتفاقية عام 1929، وتم بموجبها الاتفاق على حصة مصر في مياه النيل الأزرق والتي قدرت ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ومنحت هذه الاتفاقية مصر حق الفيتو في الاعتراض على أي عمل يتم إنشاؤه على النهر أو أي من روافده، كما نصت على تقديم دول حوض النيل الموقع على الاتفاقية لجميع التسهيلات لمصر من أجل إقامة دراسات وبحوث في منطقة حوض النيل والسودان لزيادة حصتها من مياه النهر. أكدت الاتفاقية التي وقعت في نوفمبر من عام 1959 بين مصر والسودان بعد استقلالهما على تخصيص كمية المياه ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و 18.5 مليار متر مكعب للسودان. وجاءت هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان. اتفاقية عام 1993 وهي وقعت بين مصر وإثيوبيا، ونصت على عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدول الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها واحترام القوانين الدولية بهذا الشأن، وكذلك التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات لزيادة تدفق المياه وتقليل الفاقد. في عام 1997 قدمت مصر مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه المبادرة رفضتها بعض الدول ورفضت التوقيع عليها لتمسك مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية، هي الاعتراف بحصة الدولتين التاريخية والاختيار المسبق لدول المصب بأي مشروع مائي على النهر وفروعه. والبند الثاني تمثل في التزام كل دول حوض النيل العشر باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح الدول وأمنها المائي. في مايو من عام 2009 عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل. شيع جثمان الإعلامي الكبير وجدي الحكيم إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صالح سالم. شهد الجنازة عدد من الإعلاميين والفنانين ووفد رفيع من وزارة الإعلام الكويتية إلى جانب بعض الشعراء. وصل جثمان الفقيد إلى القاهرة صباح اليوم قادما من لندن بعد أن وفاته المنية الاثنين الماضي. ولد وجدي الحكيم في 23 من يونيو عام 1934، وقدم برامج إذاعية وأدبية منذ بداية عمله الإعلامي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما يعد أحد المهتمين بالموسيقى والغناء وأحد رعاته في مصر.
نشرتنا لا زالت مستمرة وفيها أيضا الفيصل يرفض اتهامات المالكي بدعم المسلحين في العراق، وعشائر سنية تتهم المالكي بقيادة حرب طائفية. ونتابع أيضا عباس يجدد ثقته بحكومة الوفاق الوطني ويدعو لإنجاز الانتخابات الرئاسية. وصلنا الآن إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع محمد شعبان، إليك. شكرا يا أمل، شكرا شادي. مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: البورصة المصرية تخسر 3 مليارات و300 مليون جنيه عقب تصريح وزير الاستثمار بأنه لا نية لإعادة النظر في قانون الضريبة على أرباح البورصة. أهلا بكم. سجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الخميس، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وذلك عقب تصريح وزير الاستثمار بأنه لا نية لإعادة النظر في قانون الضريبة على أرباح البورصة. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.8%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 87%، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. قال المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن قيمة الدعم المادي للبنزين والسولار والمازوت في مصر خلال العام الماضي بلغ 128 مليار جنيه، وهو ما يكبد ميزانية الدولة أموالا طائلة. وأكد اسماعيل خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ أنه من الصعب حاليا إلغاء هذا الدعم لأنه مرتبط بالعديد من الضوابط، منها مستوى معيشة الفرد ونسبة البطالة. وأوضح أنه تتم حاليا مرحلة الطباعة للكروت الذكية، مشيرا إلى أن 2,300,000 مواطن تم تسجيلهم للحصول على الكرت الذكي، وتتم دراسة المعدات غير المرخصة مثل التوك توك والدراجات البخارية لكي يحصل سائقوها على الكرت الذكي. اتفقت وزارتا الزراعة والري على تشكيل لجنتين مشتركتين تختص الأولى ببحث موضوع تنمية الزراعة في سيناء وما يتعلق بآليات توفير المياه بالمنطقة، فيما تختص اللجنة الثانية ببحث سبل الاستفادة من المياه الجوفية واستخدامها في خدمة منظومة التوسع الزراعي خلال الفترة القادمة. تلخصت نتائج الاجتماع على تعزيز التعاون في خدمة الفلاح المصري وحسن ترشيد واستخدام مياه الري، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات لموسم الزراعة الصيفية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والذرة. كما تضمن الاتفاق ضرورة التزام المزارعين بالمساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام وقدرها 1,100,000 فدان، وفرض عقوبات على المخالفين والاستفادة من باقي المساحة عن العام الماضي والبالغة 800,000 فدان في زراعة الذرة للحد من استيرادها من الخارج. نظم اتحاد الصناعات المصرية مؤتمرا للاعتماد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور خلال فعاليات اليوم العالمي للاعتماد. وأوضح المشاركون في المؤتمر أن عملية الاعتماد تتكون من 3 أضلاع رئيسية مكونة لها. خلال فعاليات اليوم العالمي للاعتماد الذي عقد باتحاد الصناعات تحت رعاية وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، جاءت التأكيدات على أهمية الاعتماد في المجتمع المصري والنهوض بالصناعات المصرية لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال جودة الاعتماد.
الاعتماد هو بيعطي الثقة للمنتج للمنافسة، للثقة في ان المنتج اللي موجود هو حاصل على ان الجهات اللي انتجت او الجهات اللي فتشت عليه منتج مطابق للمواصفات وصالح لاستخدام طول العمر. المؤتمر أوضح أن الهدف الرئيسي للمجلس الوطني للاعتماد يتمثل في حماية المستهلك وحماية السوق المصري من المنتجات الرديئة والتي تحاول أن تؤثر على الصناعات المصرية. الاعتماد يعني بيقيس هذه الكفاءة، ولكن ما بيديش شهادة مثلا زي شهادات الايزو والحاجات دي، احنا ما بيديهاش مباشرة، ولكن بيتأكد من الجهة اللي بتدي هذه الشهادة انها قادرة على انها تدي شهادة مطابقة للمواصفات العالمية. ومنظومة الجودة في مصر تقوم على المواصفات والقياس والمعايرة والتطبيق والمطابقة مع المعامل والاختيار، لان مصر يهمها التجارة البينية بين الدول. يعني ان احنا بنقبل نتائج بيننا وبين بعض على مستوى العالم بتؤدي الى تحرير التجارة البينية، بتساعد على التجارة يعني على يعني تحسين التجارة بين الدول، بتؤدي الى وصول منتج سواء سلعة او خدمة الى المستهلك مطابقة للمواصفات. ويعتمد الاعتماد على السرية والاستقلال وجميع الانشطة لها مرجعية واحدة وهي المواصفات الدولية. الاعتماد يمنحنا الحياة، بمعنى أنه يدخل في كافة مجالات الحياة، ومصر من الدول الرائدة في مجال الاعتماد بعد الاعتراف بها وبشهادتها عالميا. رمضان المطعمي، النيل. قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن الطلب الإضافي في العراق على الوقود التركي بسبب الهجوم على مصفاة بيجي سيزيد الضغط على طاقة التصدير المحدودة عبر الحدود بين البلدين. وقال الوزير إن الاضطرابات في العراق التي أدت إلى توقف إنتاج مصفاة للنفط ستعزز طلب بغداد على منتجات النفط المقرر من تركيا. في الوقت نفسه استمر تدفق النفط عبر خط أنابيب كردستان إلى تركيا، ومن المقرر أن يتم في مطلع الأسبوع القادم تحميل ثالث شحنة تصدرها كردستان بشكل مستقل عن بغداد إلى الأسواق العالمية. في أسواق النفط العالمية ارتفع خام برنت لأعلى مستوياته في 9 أشهر مقتربا من $115 للبرميل، وذلك بفعل مخاوف من أن القتال المحتدم في العراق ربما يقلص إمدادات النفط في ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك. وزاد خام برنت 30 سنتا إلى $114.56 للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ 9 من سبتمبر الماضي. وصعد الخام الأمريكي 40 سنتا إلى $106.37 للبرميل. حذر وزير المالية الألماني من تطورات سعرية خطيرة في سوق العقارات، وقال إن أوروبا لديها على المدى الطويل فائض من السيولة في حين أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية. وكثيرا ما حذر الوزير الألماني من مخاطر فقاعات المضاربة التي تتشكل نتيجة لزيادة السيولة، لكن كان من غير المعتاد أن يتحدث بهذا التحديد عن سوق العقارات بعينها. ويشعر العديد من الألمان بالقلق من الآثار التي قد تشهدها ألمانيا من قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي وإعلان حزمة إجراءات لضخ المال في منطقة اليورو. أكدت أحدث أرقام إحصائية صادرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات استمرار احتفاظ النمسا بمركزها الثاني على قائمة أغنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2013، وذلك خلفا لدولة لوكسمبورغ التي احتلت المركز الأول بجدارة، مؤكدة أنها أغنى دولة في الاتحاد الأوروبي حيث يزيد دخل الفرد فيها بمقدار 2.5 مقارنة بمتوسط دخل الفرد المسجل في دول الاتحاد الأوروبي. نتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تراجع عدد الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تحسن الظروف في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة لأول مرة لصرف إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 6000 طلب إلى 312,000. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى أمل وشادي لاستكمال بانوراما النيل. شكرا لك محمد، وهذه تذكرة بأهم ما ورد في النشرة من أنباء حتى الآن. السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعتين جديدتين
من كليتي البحرية والدفاع الجوي ويمنح الأوائل مثل الواجب العسكري من الطبقة الثانية. حالة أوراق محمد بديع وثلاثة عشر آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للمفتي في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة وتحديد جلسة الثالث من أغسطس للمفتي بالحكم. السودان يستضيف اجتماعا لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل لبحث مشاريع التنمية المشتركة بدول الحوض. ونتحول الآن إلى واشنطن لمتابعة المؤتمر الصحفي للرئيس باراك أوباما حول العراق. تكون لدينا صورة أفضل عما يحدث داخل العراق، وهذا سيعطينا فهما أفضل لما تفعله داعش وأين هي وكيف يمكن أن ندعم جهودنا لمواجهة هذا التهديد. ثالثا، الولايات المتحدة ستستمر في زيادة دعمها لقوات الأمن العراقية، ونحن مستعدون لعمل مراكز عمليات مشتركة في بغداد وشمال العراق لمشاطرة الاستخبارات والتنسيق لمواجهة التهديد الإرهابي لداعش. وأيضا من خلال شراكتنا في مكافحة الإرهاب سنعمل مع الكونغرس لتوفير معدات إضافية في العراق في السفارة، ومستعدون لإرسال عدد صغير من المستشارين الأمريكيين حتى 300 لتقييم كيف يمكن أن ندرب وننصح قوات الأمن العراقية. القوات الأمريكية لن تعود إلى دور قتالي في العراق، ولكن سنساعد العراقيين وهم يواجهون التهديد الإرهابي للعراق وللمنطقة وللمصالح الأمريكية. رابعا، في الأيام الأخيرة قمنا بوضع أصول عسكرية أمريكية إضافية في المنطقة، وقمنا بزيادة الموارد الاستخباراتية، ونوفر معلومات عن الأهداف المحتملة المرتبطة بداعش، وسوف نكون مستعدين لاتخاذ عمل عسكري دقيق إذا وعندما نقرر أن الموقف على الأرض يتطلب ذلك. وإذا فعلنا ذلك سوف أقوم باستشارة الكونغرس عن كثب والقادة في العراق وفي المنطقة، وأؤكد هنا أن أفضل وأكثر رد فعال لداعش سيشمل شراكة، حيث القوات المحلية مثل القوات العراقية تقوم بلعب دور طليعي. أخيرا، الولايات المتحدة ستقود جهد دبلوماسي للعمل مع القادة العراقيين والدول في المنطقة لدعم الاستقرار في العراق. وبناء على توجيهاتي، الوزير كيري سيغادر في عطلة نهاية الأسبوع لاجتماعات في الشرق الأوسط وأوروبا للتشاور مع حلفائنا وشركائنا، وكما أن كل جارات العراق يجب أن يحترموا سلامة ووحدة أراضي العراقيين. جارات العراق لديهم مصلحة في التأكد أن العراق لا ينزلق إلى حرب أهلية ويكون ملجأ آمنا للإرهابيين. وفوق كل هذا، القادة العراقيين يجب أن يسموا فوق اختلافاتهم وأن يجتمعوا حول خطة تتعلق بمستقبل العراق. السنة والشيعة والأكراد، كل العراقيين يجب أن تكون لديهم الثقة أن بإمكانهم تعزيز مصالحهم وطموحاتهم من خلال العملية السياسية وليس من خلال العنف. الوحدة الوطنية يجب أن تستمر وأن يكون هناك بناء للإجماع العراقي. الآن الانتخابات تم المصادقة عليها، والبرلمان يجب أن يجتمع بأسرع ما يمكن. إن تشكيل حكومة جديدة سيوفر فرصة لبدء حوار حقيقي لتشكيل حكومة تمثل المصالح المشروعة لكل العراقيين. هذا ليس المكان للولايات المتحدة كي تختار قادة العراق. القادة الوحيدون الذين يمكن أن يحكموا بأجندة جمعية هم القادرون فقط على جمع الشعب العراقي ومساعدته في هذه الأزمة. في نفس الوقت، الولايات المتحدة لن تقوم باتباع خيارات عسكرية داخل العراق مما يؤثر على أطراف أخرى. لا يوجد حل داخل العراق إلا حل بقيادة الولايات المتحدة، ولكن هناك حاجة لعملية سياسية جمعية وقوات أمنية أكثر كفاءة، وأيضا حرمان داعش من الملجأ الآمن. وفي الاختتام، الأيام الأخيرة ذكرتنا بالندوب العميقة التي تركتها الحرب الأمريكية في العراق. خسرنا حوالي 4500 جندي أمريكي، والكثيرون من قدماء المحاربين يحملون جراح هذه الحرب إلى آخر حياتهم. وهنا كانت هناك مناقشات وجدل
محمومة، ورأينا بعض هذه المناقشات تعود من جديد، ولكن من الواضح من العقد الماضي أن هناك حاجة للولايات المتحدة أن تطرح أسئلة صعبة قبل أن تتخذ إجراءات في الخارج، خاصة إجراءات عسكرية. والسؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه جميعا هو يجب أن نضع في مقدمة اهتماماتنا هو المصلحة الوطنية أو القومية للولايات المتحدة، وكقائد أعلى القوات المسلحة هذا ما سأبقى مركزا عليه، وهذا ما يجب على كل الأمريكيين التركيز عليه. يجب أن نستمر في التشاور عن كثب مع الكونغرس، وسوف نعرف الشعب الأمريكي، وسنبقى يقظين ونستمر في عمل كل ما بوسعنا لحماية أمن الولايات المتحدة وسلامة الشعب الأمريكي. بهذا سأجيب على عدة أسئلة، وسأبدأ بكولين ماكين من وول ستريت جورنال. إذن كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسجل فيه الموقف النهائي للولايات المتحدة حول الأزمة في العراق. ونبقى مع شأن العراق أو أزمة العراق، ولكن من زاوية أخرى، حيث رفضت المملكة العربية السعودية اتهامات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بأنها تدعم المتشددين السنة الذين سيطروا على أجزاء من شمال العراق. قال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل إن المملكة جرمت الإرهاب، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. من رئيس الوزراء في العراق يتهم المملكة بأنها هي راعية الإرهاب، يعني مداة للسخرية هذا الاتهام، وهو يأتي في أعقاب البيان اللي طلع من المملكة في تجريم الإرهاب وخاصة داعش. يعني كيف تريد أن تغير الواقع من شيء إلى شيء آخر؟ لا، هل بالكلام فقط أن المملكة تؤيد الإرهاب؟ أعتقد أكثر بلد عانت من الإرهاب. من جانبه اتهم زعيم عشيرة الدليم في محافظة الأنبار العراقية علي حاتم السلمان، اتهم رئيس الوزراء النوري المالكي بقيادة حرب طائفية في العراق. وأكد زعيم عشيرة الدليم أن المكون السني في العراق لن يعترف بالمالكي رئيسا للحكومة في البلاد. لن نعترف بحكم المالكي في العراق لو انطبقت السماء على الأرض، وهذه رسالتنا واضحة، حتى يزال المالكي من مكانه وتأتي حكومة حقيقية قادرة على حكم العراق. أما مجاملة الغرب لإيران ببقاء المالكي، لن يبقى هناك عراق. قضية بغداد، هناك من يصرح من بعض الجهات ستدخل بغداد، سندخل كربلاء النجف، احنا مو هذا هدفنا، ويطمئن الجميع والعراق بأجمعه، هدفنا هو الدفاع عن أنفسنا وأخذ حقوقنا. لا نعيد نفس السيناريو، لا نعيد نفس المأساة. هناك مع الأسف عندما خسر المالكي حربة في المحافظات السنية بدأ ين في بغداد وديالة. لذلك مو هدفنا بغداد، أخي احنا مو محتلين، الآن ميليشيات تحتل بغداد. احنا الآن نقولها بكل صراحة، إذا ما تدخلت إيران بحجة الدفاع عن المراقد أو المقدسات الشيعية، سنتدخل لحماية مقدساتنا السنية في بغداد، وهذا من حقنا شرعا. ولكن أنا أشوف لو يبتعدون عن شغلة المقدسات الآن الكل وينسون هذا الأمر أفضل، وانتجه إلى قضيتنا. إيران تريد أنجرنا إلى حرب طائفية، لذلك أنا أقول هدفنا ليس بغداد. إلى شأن آخر، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد ثقته بحكومة الوفاق الوطني، ودعا أيضا إلى ضرورة التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية وفقا لما تم التوافق عليه بعد 6 أشهر. وأضاف أن عباس شدد على أن إنجاز الانتخابات يعتبر الخطوة الحاسمة في طي صفحة الانقسام وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية، تقوم على التعددية السياسية من أجل المضي قدما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أكدت وزارة الخارجية رفضها للعمليات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ إزاء تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة طفلة حسب حصيلة أولية. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الأباتشي أطلقت صاروخين على موقع تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. يأتي التصعيد الإسرائيلي على خلفية اختطاف 3 مستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة قبل أسبوع. أدى فيليبي السادس ملك إسبانيا الجديد القسم اليوم أمام البرلمان بعد أن وقع والده خوان كارلوس قانون تنازله عن العرش بعد 39 عاما من الحكم. وقال العاهل الجديد في كلمة ألقاها عقب مراسم أداء اليمين إنه يدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه بعد توليه عرش إسبانيا، وأن لديه أمال كبيرة لمستقبل بلاده. أقسم بأن أقوم بواجبي كاملا، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي. بيبا الري بيبا إسبانيا بيبا. بهذه الكلمات اعتلى فيليب السادس رسميا عرش إسبانيا خلفا لوالده الملك خوان كارلوس الذي أنهكه المرض وعصفت به المشاكل بعد 39 عاما قضاها في الحكم. الملك الجديد أدى اليمين الدستوري أمام النواب والشيوخ في حفل بسيط بعدما استلم من والده الحزام الحرير من اللون الأحمر والذي يرمز لمنصب القائد العام للقوات المسلحة. وبعد إلقاء كلمته الأولى ترأس فيليبي عرضا عسكريا أمام مدخل مجلس النواب، ثم خرج في جولة مع زوجته الملكة ليتزيا أورتيز بالسيارة المكشوفة لتحية الجماهير في شوارع مدريد والتي زينت خصيصا لهذا اليوم بما يزيد على 16,000 زهرة. ويمثل الملك الشاب البالغ من العمر 46 عاما الأمل لملكية بات يعرضها نصف الإسبان بحسب استطلاعات للرأي، وهي مهمة غاية في الصعوبة إذا وضعت إلى جانب قضية الحفاظ على الوحدة الوطنية أمام النزاعات الانفصالية في كاتالونيا وإقليم الباسك. وطالما حرص الرجل طوال السنوات السابقة على إرساء صورة ولي العهد القريب من الشعب وعزز هذه الصورة زواجه عام 2004 من ليتزيا وهي صحفية من عامة الشعب ومطلقة، الأمر الذي شكل سابقة في تاريخ الملكية الإسبانية. يشار إلى أن هذا هو الانتقال الأول من نوعه للسلطة الملكية في إسبانيا في حدث غير مسبوق منذ عودة إسبانيا إلى الديمقراطية والنظام الملكي عام 1978. تتم النشر تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعتين جديدتين من كليتي البحرية والدفاع الجوي ويمنح الأوائل نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية. إحالة أوراق محمد بديع و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للمفتي في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة وتحديد جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم. السودان يستضيف اجتماعا لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل لبحث مشاريع التنمية المشتركة لدول الحوض. نهاية النشرة، إلى اللقاء.